السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وسعداء دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنظر ده عجبني جدا. ده بعد المغرب، لقيت السما شكلها كده غريب وجميل جدا، فقلت لازم أصوره عشان تشوفوه معايا. يا رب يعجبكم. سبحان الله، منظر تحفة، بيدل على عظمة ربنا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب. هسيبكم مع الفيديو تسمعوا الموسيقى الهادية ومع المنظر الغروب الجميل، شكل الشمس السما الجميل ده.